رفضا لمجازر الاحتلال الصهيوني واستنكارا لاستهدافه الإعلام الحر، نظمت الأمانة العامة في اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في بيروت لقاء تضامنيا تحت عنوان رسل الحقيقة، وذلك بحضور فعاليات سياسية وثقافية بالإضافة إلى جمعيات حقوقية وأعلامية. تقديم معادلة تقول إن الحق والحقيقة يتكاملان ولا يتنافسان. بهذه المعادلة نحن نجتمع اليوم هنا لنقول للإعلاميين الشرفاء والأحرار أنكم جزء من معركة تحرير الأمة، وأن دماء زملائكم الذين سقطوا في ساحات الحقيقة لا تختلف عن دماء المقاومين الذين سقطوا في ساحات الحق. تضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المواد الإعلامية البصرية وكلمات تضامنية داعمة، ويأتي هذا اللقاء كفرصة لبناء صورة قوية في مواجهة القمع والعدوان. الجريمة التي ترتكب في غزة ضد المدنيين وضد الأطفال وضد الصحافة وضد المستشفيات وضد الطواقم الإنسانية هي جريمة حرب موصوفة، وهي جريمة ضد الإنسانية، ويراد منها أن تحجب الصورة وأن يحجب الخبر الحقيقي وأن تحجب مجريات هذه الجريمة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي عن الرأي العام الدولي. ولكني أعتقد بأن هذه الدماء انتصرت على السيف. الوقفة التضامنية الحالية تخدم لا شك قضية فلسطين التي عادت إلى المربع الأول، ولم تعد قضية فلسطينية فقط، أصبحت قضية إنسانية عالمية. نحن هنا لسنا للتضامن، بل للتأكيد أننا وإياكم في نفس الخندق، في خندق مواجهة هذا العدوان، في خندق مواجهة هذه الغطرسة وهذا التضليل الإعلامي الذي أراده الاحتلال مدعوما من الإدارة الأمريكية والإدارة الغربية بشكل عام. اليوم نحن نترحم على شهداء الإعلام، الصحفيين، المراسلين، والأذكى من ذلك بأننا اليوم أمام استهداف عائلات الصحفيين، وهذا ربما لم يحصل في السابق، وهذا للضغط على المراسلين والصحفيين من أجل إيقاف كلمتهم. تعكس هذه الوقفة التضامنية رسالة قوية على أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على الظلم والاضطهاد، معبرين عن تماسك المجتمع الإعلامي في مواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني. لصباح الخير يا عراق، نيفين ساموري، بيروت.